الغربية تقادير الحسن يبحث عن الهدف الرابع للتمرير فرصة هدف من الجانبين معا، لكن أن ينتصر فريق الحسنية بأربعة ديال الصفر فالنتيجة ما كنتش كنتوقعها أكيد، منقص من قيمة فريق الحسنية، قلتها بأنه فريق يقدم الإضافة، يقدم مستوى كبير في المباريات التي يجريها خارج الميدان، لذلك 4-0 أظن بأنها قاسية خصوصا ضد فريق المغرب التطواني وبميدان. ونتابعون العملية ديال الإعادة، عملية ديال التمويه من ليركي، كيمر الكرة في الجهة اليسرى والتمريرة والهدف، هدف هدف جاء من بديع الأوك اللي تمكن من تسجيل الهدف الرابع. 4-0 أكيد أكبر المتفائلين من جماهير فريق الحسنية، لم يكن يتوقع هذا النتيجة، وأكبر المتشائمين من جانب جماهير المغرب التطواني لم تكن تتوقع هذا النتيجة.